السلام عليكم، ومعكم الفنان نزيه باشا، مغني ديال الراي. الحمد لله كندير الاغاني ديالي، عندي فيديو كليبات ديالي، كنشرف المغرب في بزاف البلايص، في لا في الدول العربيه لا في اوروبا، الحمد لله، وكنهز الراي ديال المغرب. المهم، المشكل اللي كان وقع لي نهار 14 في شهر 11، كنت يلاه جيت ديك الساعه من مصر، كان عندي واحد السهره تما، ومن بعد كان عندي واحد التكريم تما اللي داروا لي التكريم انا ودنيا باطمه من المغرب، كرمونا بجوج. وفعلا رجعت انا من مصر، ملي رجعت مشيت عند الاصدقاء ديالي في اسفي، مشيت عند الاصدقاء تما فنانين موسيقيين، ريحت معاهم، غنيت معاهم واحد شويه، فاذا بيا كنتفاجئ في الاخير كيجيو عندي واحد جوج ديال حراس الامن ديال تما ديال الفندق، هزوني من الصمت، قال لي نوض نهضر معاك. قلت له علاش تهضر معايا؟ قال لي نوض نهضر معاك، المهم ما عرفتش حاقدين عليا ولا ما فهمتش، وانا اصلا ما كنمشيش تما بزاف، يعني حتى انا الحكم ديالي انا كنسكن في هولندا، ما كنسكنش في المغرب، يعني الا جيت مره عند العائله وصافي. هما هزوني رفعوني داوني حتى للدروج، بركو كيضربوا فيا بالبوانه، دقدقوني مزيان، هي ديك جاتني السربايه حتى هو بدا يصرفق فيا، وقال لي واحد الكلمه، قال لي تعلم تسب الميلودي، وهي ديك طلعوني مع الدروج، وما يبقاو جاريني مع الباركين كامل، انا ما عرفتش، بقيت متفاجئ، بقاو جاريني في الباركين كامل حتى خرجوني ورا الباريال. ملي خرجوني ورا الباريال كاينه واحد بحال واحد الجريده، ملي كتخرج من الاوتيل كاينه واحد الجريده تما، بركو كيشتفوا عليا جوج، اما السربايه راه رجع في حاله. هي هذيك، مشيت درت الشكايه ديالي عند وكيل الملك هنا في مدينه اسفي، درت معاه الشيء. المهم اول حاجه بعدا مشيت للمستشفى هنايا ديال مدينه اسفي، قالت لي داروا لي التصويره، قالت لي عندك غير الشق، داروا لي واحد اللصاق في رجلي، واخا مشيت درت الشكايه. ملي درت الشكايه صيفطوني سميتو لعند الدائره، درنا المحضر ديالنا. انا ما نكذبش عليكم، مشيت لحالي كازا، ملي مشيت لحالي كازا مشيت ثاني المستشفى تما في كازا، الطبيبه قالت لي، دارت لي التصويره، قالت لي شكون داير لك هذا اللصاق في رجلي، قالت لي لانك انت راه عندك جوج تهريسات وشق. تخلعت انا، تصدمت، قلت لها اختي واش غديروا لي الحديد ولا شنو؟ ما تخلعاتني، قالت لي ماما نديروا لك القبس دابا، داروا لي القبس. انا ما نكذبش عليك بحكم انني كنعيش في هولندا، مشيت لهولندا بدات على واحد النهار ولا معت يومين بحال هكاك، مشيت خديت الطياره، وكنشكر المطار ديال محمد خامس ساكن اللي وقفوا معايا لانني ما كنقدرش نمشي حتى وصلت لهولندا، حتى تما يستقبلوني تما في المطار، عاونوني حتى وصلت. المهم مشيت لتما المستشفى في هولندا، داروا لي التصويره، قالت لي دابا يتحيد هذا القبس هذا لانه ما راكبش مزيان، حيدوه لي، عاودوا لي واحد القبس، داروا لي خمس ايام. ملي داروا لي داك القبس خمس ايام مشيت عاوتاني رجعت لعندهم، عاودوا لي قبس اخر. انا ما كذبش عليك، قالت لي الطبيبه انت وزهرك في هذا رجلك، واش يعني واش ترجع كيف ما كانت؟ وقالت لي واحد، يعني قالت لي واحد 50% عندك. مهم انا ما نكذبش عليك، دازو هما دوك اللي ضربوني، دازو في التقديم. ملي دازو في التقديم ما عرفتش نكرو، ولكن كنشكر سميتو النيابه العامه ديال المحكمه الابتدائيه في الصراحه، اللي عاودت عمقت البحث وصيفطت الدوسي، صيفطاتو لابي جي ديال مدينه اسفي الولايه، اللي في الصراحه هما اللي تكلفوا به، لان في الاول تكلفت به غير الدائره، ولكن الحمد لله النيابه العامه عاودت عمقت البحث. ملي تعمق البحث مهم النيابه العامه هذاك سميتو الولايه هنا ديال مدينه اسفي، كنشكرهم بزاف لانهم داروا التحقيق ديالهم، ومشاو سولوا على الكاميرات تمسحوا، ما كاينينش كاميرات تمسحوا. المهم داروا هما التحقيق ديالهم، سولوا تما مالين الطاكسيات اللي حضروا اللي فكوني وداك الشيء، فعلا يعني في الرابور ديالهم داروا بانني انا راه ضربوني، وخرجت كنغوت برجليا، كنغوت برجليا، واحد من الطاكسي مسكين هو اللي هربني هزني داني. المهم جينا للتقديم البارح، جينا للتقديم هنايا نهار 19 في شهر 12 البارح، جينا للتقديم هنا في المحكمة الابتدائية. السيد الوكيل نائب وكيل الملك الصراحة دار الخدمة ديالو، لأنه بحال عرفهم بأنهم راه تعدوا عليا، لأن أول حاجة كاين الشهود اللي كانوا جوج شهود جاو شهدوا مساكن في سبيل الله كانوا تما ديك النهار، وكاين الأدلة الأخرى، كاين واحد لي زوديو ديال واحد الأخ ديال واحد فيهم بأنهم راه تعدوا عليا، كيقول لك كتفوك وهذا فوالا، وكاين الدليل حتى هو حتى المحضر ديال البوليس لأنهم داروا التحقيق ديالهم. المهم يعني خصهم يتعتقلوا، السيد الوكيل نائب وكيل الملك امر باعتقال ديالهم ديك الساعه، تعتقلوا طلعوهم عند القاضي التحقيق. ملي طلعوا عند قاضي التحقيق دار لهم خرجهم بكفاله ديال 5000 درهم. المشكل اللي كان عندي مع هذه الميلودي على قبل ديك الاغنيه ديال هبلات، لان ديك الاغنيه انا اللي كنت غنيتها الاول، وكنت غنيتها في واحد البرنامج في الشات سميتو البالطول، حتى هو كان كيدخل معنا فيه. هذا الشيء راه كنعاود لك تقريبا في 2012 بحال هكاك،
بحال هكا كنا كندخل داك البرنامج كان كيدخل معنا حتى هو بالكاميرا كيدير حتى هو كاميرا كيدخل معنا انا كنت غنيت تما كنتجمعوا كاملين كنغنيو. من بعد تفاجات بان داك اغنيه راه خرج غناها هو. تفاجات يعني لجات الصحافه وداك الشيء واحد شويه ملي جات الصحافه خرج هو بلي فيديو كيبدا يعير فيا باقا جبد الميلودي باقي هادي راه كاينين لي لايف ديالو حتى انا خرجت بالتصريح ديالي حتى انا درت فيديو قلت لي ما بقاش تقول ديك الهضره راه كاين لي فيديو حتى شعيرني وداك الشيء. المهم دخلوا شي ناس وداك الشيء صافي يعني قلبت انايا صافي قال لك صافي قلبت انا انسان درويش ما بغيتش نبقى ندخل في داك الصداع وداك الشيء. حتى مني الصراحه ما نكذبش عليك مني ضربوني هادو تفاجات هذاك السرباي كيقول لي راك كيقول لي تعلمت تسب الميلودي ولكن في الصراحه ما نكذبش عليك داك السرباي راه جا عندي مسكين البارح ما نكذبش عليك بقى فيا جا عندي وكيطلب مني السماحه وداك الشيء قال لي انا ما ضربتكش راه هما اللي هرسوك انا راه عارفني غير صرفقتك وداك الشيء. قلت لي المهم قلت لي انا قلبي حنين وكنسامح قلت لي انت يا صرفقتيني وقلت لي ديك الكلمه انا مسامحك ولكن هذوك اللي هرسوني راه ما غنسمحش لهم. لا ما عاود لي والو قال لي لا حكا انا قلت لك ماشي قلت لك عندك تسب عادي الميلودي عندك دير عليا فيديو بحال عادي الميلودي. المهم انا من هذا المنبر هذا كنطالب باش العداله تاخذ لي حقي لان دوك الناس اللي تكرفصوا عليا خصهم يكونوا في حاله اعتقال لان ما يمكنش ماشي هرسوني عوقوني تعوقت من رجلي واش واحد عوقوني من رجلي وهما مطلوقين دابا كيتساراو عادي لان هاد الرجل هادي الصراحه راه عيبوني من رجلي وليت معاق. دابا انا راه وليت معاق خرجوا لي على الخدمه ديالي كانوا عندي دابا راس العام هذا راه السهرات ديالي خرجوا لي عليهم عندي عقود مسيناها مع الناس وخرجوا عليا دابا انا وليت دابا بحال المعاق كنطالب من القضاء ينصفني لانني الصراحه راه عندي الشهاده الطبيه في 50 يوم عندي التقرير ديال هولندا واش انا غادي نكذب راه ما غاديش نكذب على هاد الرجل هادي عوقوني خرجوا عليا كنتمنى من القضاء يا ربي ياخذ لي حقي من هاد الناس هادو